بيأذوني أذى لا يطاق وشتيمة، يعني شتيمة وحشة جدا جدا، وبيعايروني إن أمي متصلة عن أبويا ومربتنيش، وجوزي مرة يقف معايا ومرة ما يقفش. أنا مش قادرة أسامحهم، يعني هل عليا ذنب أنا مش قادرة أسامحهم؟ اهل زوجك بيعاملوكي وحش آه وبيشتموكي وبيتكلموا عنك بطريقة مش كويسة. ايوه، من ورايا ومن قدام، حتى على اهلي. طيب دلوقتي زوجك بقى موقفه ايه؟ بيقول مش اقدر اخسرهم عشان هم اخواتي. بس هو عارف ان هم غلطانين ومش بيقف جنبك ولا بيقول لهم عيب كده وما يصحش. اي ما فيش غير مره ان هم تهجم عليا وكان عايزين يضربوني وحاسهم، يعني حاسها، بس هي زقته كذا مره ومكانش قادر عليها، وراحت دي ضرباني برضه، شوت اخته عليا اللي كمان. ضربته. اختي كانت عايزه تضربني انا، وهو في المره دي الوحيده اللي هو اللي حاس. طيب انتوا ساكنين في بيت عيلة اه واخته دي مش متزوجة. لا تمام. طيب هنحاول نجيبك يا استاذة اسماء، وربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويهديهم ويصرف عنك يا رب شياطين الانس والجن ويملأ بيتكم سعادة واستقرارا. فضلت الدكتور، دي مشكلة عامة نعم، يعني تقريبا ما فيش بيت ما فيهوش مشاكل، اه ده حقيقة، حتى بيت النبوة صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه كان وسلم كان في بيت الخلاف. النبي فيه خلافات ونزل فيه القرآن سورة نعم التحريم وفي سورة الطلاق، نعم وربنا يعني نزل تهديد لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن أن يبدله يبدله أزواجا خيرا خيرا من من كن كنا. نعم مسلمات مؤمنات مؤمنات. قانتات. ولكن احنا عندنا بيت العيلة، بيت العيلة زمان كان الأمان، كان كان الراحة اللمة والطمأنينة. والراحة صحيح. والألفة. دلوقتي بقى بيت العيلة عبء. احنا بنشوف دلوقتي المفروض دي مرات ابننا اه وأم أولادنا وأحفادنا، صح، المفروض راحتها من راحة ابننا. نعم و ورحم. اه ف فليه ليه أو هي تقدر تتصرف ازاي؟ أولا ندعو الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأن يصرف الله عز وجل عنهم الهموم والأحزان، اللهم وأن آمين. يملأ بيوتهم بالسعادة والاطمئنان. اللهم آمين. لا يخفى عليكم يا فضيلة الشيخ أن يعني الحياة الزوجية لا بد أن تقوم على المحبة وعلى المودة كما نص على ذلك القرآن الكريم. وفي التعامل الأسري احنا دايما عندنا القرآن الكريم وضح لنا قواعد في فن التعامل مع الآخرين. ما أجمل أن نتمسك بالقرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني نقول للسائلة: أحسني إليهم، من باب وقولوا للناس حسنا، من باب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلا. بس يا دكتور دلوقتي الناس بيضربوها وبيشتموها، هتحسن؟ ده هي سؤالها في حتة تانية خالص. انا مش قادر اسامحهم، يعني احنا بنقول نفض الاشتباك اللي بينهم، ولكن هي مشكلتها مشكلة قلبية دلوقتي. نعم الناس دي اذوني واتكلموا عني واتكلموا عن والدتي وان هي اتطلقت وكذا وكذا، لا حول ومش قوة إلا قادرين بالله. مش قادر والكلام اسامحهم. في أعراض الناس شأنه خطير وأمره عظيم، يعني بكلمة يعني قد تحزن شخص وقد تسعد شخص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ننصحها بإيه؟ ننصحها عليها بالصبر أولا، ما شاء لأن الله. ده ابتلاء صحيح. لابد أن تصبر عليه، وأن تذكر رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم، وأن والسلام. تذكر مصابها بمصاب رسول الله. صلى الله عليه فإن وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا في حقه وفي عرضه، وقيل أنه ساحر، وقيل أنه شاعر، وقيل أنه مجنون، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة وأجر والسلام. الصابرين جاء في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم أجرهم بغير بغير حساب. حساب. ونقول لأهل الزوجة، سواء اللي هم يعني إيه، والد الزوج وأم الزوج واخواته، ده وأخواته، اختها كمان او اخته كمان هي نقول اللي لهم: بتعتمد عليه. اتقوا الله في هذه المرأة، فأنتم يعني ستسألون عن ذلك أمام الله. وعقد الزواج الله عز وجل سماه بالميثاق الغليظ، لأنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان. فستقف أمام الله وستسأل: فلان لماذا تكلمت في حقه؟ فلان لماذا تكلمت في حقها؟ لأن الأعراض شأنها خطير، وإن من أعظم مقاصد التشريع الإسلامي حفظ العرض. إن يقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، حديث النعمان بن بشير. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ليه الدين وليه العرض؟ الدين من النقص فيه، والعرض أيضا من الطعن فيه. وعلى المسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وستسأل عن ذلك أمام الله.
دي دلوقتي امرأة في بيت وحياة زوجية عندهم يعني أولاد، يعني هو هو أصلا عنده أخت، نعم، والأخت دي بتعتدي على زوجته، لا حول ولا قوة إلا بالله، والأخت دي هيبقى لها بيت بعد كده، وبرضه على الزوج يعني يستطيع أن هو المنوط في هذه المسائل، يعني لا تظلم أهلك ولا تظلم زوجتك. والله يا دكتور أنا يعني بقالي فترة طويلة شغال في المشاكل الأسرية وبنقعد قعدات مجالس عرفية لا بعيدا عن المجالس العرفية كمان، احنا بنقعد مجالس عرفية نعم، ولكن قعدات للإرشاد الزوجي، زوجين بينهم خلاف، نعم، أو قعدة طلاق أو نعم كده، فبنقعد بقالنا سنين طويلة يعني. في أمر عجيب جدا، الأمور دي اللي يخرب بيت حد نعم لازم يتخرب بيته، صحيح، واللي يؤذي بنات الناس نعم لازم بناته تتأذى كما تدين وتدان كما تدين وتدان. من عجائب الـ 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 القصص، كانت في ست يعني طبعها صعب جدا، نعم، وهي من المدينة وعايشة في مدينة وكل حاجة، ولكن متحكمة تحكم شديد وبتظلم مرات الابن ظلم بين. لا احنا حول عندنا ولا طبعا يعني الناس يعني الحموات دولت وسبحان الله قسم يرعب كده، المشاكل أكثرها بتكون في القرى والأرياف. هو سبحان الله كل واحد بقى ليه ابتلاءه، نعم، وقعدت تأذي مرات الابن، ومرات الابن لا تنطق، قاعدة مستحملة نعم لحد ما فاض بيها. لا قالت لجوزها بص انا مش هقول لك ما تبرش امك، يعني نعم بر الام ده حاجة تانية خالص، ولكن انا مش هستحمل اعيش معاها في بيت واحد، فلو سمحت حاجة من الاتنين، يا اما تجيب لي بيت بره يا اما هتطلق والموضوع ايه ينتهي، انما اعيش مع الست دي تاني انا مش هقدر. سلم الله. المهم لما حصل الخلاف ربنا كرمه وقعدنا واقتنع ان هو لازم يجيب بيت بره ويفض الخلاف، وامك بقى تبرها وتبوس رجليها، دي حاجه بتاعتك، انت مسؤول عن ذلك ومأمور به، وتلف الايام وبنتها تتجوز وتذوق من نفس الكأس، لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم. وتقوم الست دي يعني لما دخلت تاني في مشكله وكده، فالست قاعده بتقول انا حاسه ان اللي انا عملته بيترد لي، صح، تلها اول حاجه اعتذري وروحي للست دي اطلبي منها العفو والمسامحة استسمحيها علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر ليكي ويرد. وهذا في الدنيا دكتور، ده في الدنيا، فما بالك بالآخرة. احنا معانا فاصل قصير وهنرجع ليكم مرة تانية، فابقوا معنا.